صباح الخير يا هديه. صباح الخير جوني. جوني جوني. نعم. ممكن اخد اللابتوب بتاعك ثانيه عشان اشوف حاجه على النت؟ لا لا مش ممكن يا جوني، هعملها بسرعه. انا قاعد على النت، انا قاعد على النت. الخمادي جوني. جوني بقول لك ايه، والنبي اديني اللابتوب بتاعك بس ثواني عشان اللابتوب بتاعي مهنج، فعايز اشوف حاجه. حيلي في عينك لما شفته في ايدي زي امبارح برضه، شفتني باكل موزه هات غير طعم بوقي. مش هديك حاجه، انا قاعد على النت يعني قاعد على النت. لا خلاص ما خلص خده. يلا كل واحد يطلع على اوضته عشان هنروق. لا انتوا متفقين عليا يا جماعه، انتوا متفقين على هديه. انت مش لسه مروقه امبارح؟ هو انت بتسمي الكاسيتين دول رويق؟ لا بسميهم ترويق. اديني بس دقيقه هتشيك الميل البريد الالكتروني بتاعي وبعد كده هطلع فوق. ماشي. او ماي جاد، نجحت. نجحت في ايه؟ نجحت يا توماس، نجحت يا اشلي. هو نجح في سنه كام ده؟ هو لسه بيتعلم؟ طب جوني قول لنا انت نجحت في ايه عشان نفرح معاك؟ قبل ما نيجي المزاريطه كان في مسابقه في امريكا بيدوروا على حد هيبقى بطل فيلم تايتانيك 2. واو. قدمت صوري وسقطت على الموضوع وجس وات. لا 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 لا، ما تقولش ان هم اختاروك عشان تبقى بطل فيلم تايتانيك 2. يعني مش قوي كده، هم نقوني انا وعشرة كمان وهيصفوا ما بيننا. ايه يا جوني ده، ونجحت وجو لسه هيصفصفوا ما بينكم يا ابني؟ ما تبقاش كئيب ومحبط. انت عارف في كام واحد من العالم قدم على المسابقه دي؟ زربيح. نقوا من الزربيح ده كله 10 وانا منهم، يبقى فرصتي ايه كبيره. بس انت عارف في مشكله. ايه؟ عايزيني احضر مشهدين واعملهم قدامهم. يعني هتسافر امريكا تعملهم وتيجي؟ اه ايه؟ وافرض ما نجحتش يبقى كده طخيت المشوار على الفاضي وجيت؟ ايه التخيط دي؟ ما انا مش فاهمك بصراحه، يعني ايه المشكله لما اروح واجي؟ احلق حاجه زي كده يعني؟ لا لا مش قصدي تحلق، بس يعني فهمهم ان انت مش في امريكا وان انت ممكن لو ينفع يعني ان انت تصور المشاهدين هنا وتبعته لهم على الدي في ديز. او ده اسمه فتي بقى، انت بتركب في اي حاجه وتفتي وتقول اي، هتخش في اي حوار تفتي وخلاص. بشوف لك حل يا جوني. في ايه يعني؟ ناس بسيطه ده هوليوود بقول لك. ايه يلا اطلع على فوق عشان عاوز اروق واخلص. يا جماعه انتوا بتحبطوني ليه يا جماعه؟ بقول لكم تايتانيك 2. بقول لك ايه يا سي جوني، انا عندي لي 3 ايام روحي في مناخيرها وما طيقش نفسي وما نكسرش لك عجل. هتقوم ولا او ماي جاد؟ هديه مبروك يا ست هديه، مبروك يا كبير. طمني يا دكتور، عندي ايه؟ ايه يا كبير؟ تفتكر هقول لك مبروك المدام جالها الضغط؟ مبروك المدام حامل. انت بتتكلم صح صح؟ وانا بهزر معاك ولا ايه؟ مش وقت، خليك معايا. انا هكتب لها على شويه مقويات وفيتامينات. وخلي بالكم الحركه الزياده والعصبيه مش كويسين عشان الجنين. طب عدم المؤاخذه يا دكتور، سؤال صغير قدك ده. ايه؟ وانت بتكشف عليه لقيت واد ولا بنت؟ لقيته كومي، ما بيبانش دلوقتي، لسه بعدين. في جهاز اسمه السونار هو اللي بيبين اللي كان ولد ولا بنت. قومي حضرتك، بقالك نص ساعه عم تكشف عليها بالسماعه. يعني انا لو سمعت صوت الجنين خشن يبقى ولد، ولو سمعته ناعم يبقى بنت. انا زهقت، الأدوية دي تجيلها وأنا هعدي عليها بعد أسبوعين، ولو حصل لها حاجة أو ما حصل لهاش حاجة أنا بحملك المسؤولية كاملة. سلام عليكم. غور الله يعكنن عليك. ألف مبروك يا بنت. مبروك عليك يا كبير. أخيرا وي ديد إت. مبروك يا أم الواد. إشمعنى يعني هيطلع واد؟ ما يمكن تبقى بنت. والله لو بنت وشبهك يبقى خير وبركه. بيني وبينك انا ما عاوز يعمل حكايه الصنان اللي هيقول عليها الباشمهندس ده. كل اللي يجيبه ربنا كويس، المهم تقومين لي انت بالسلامه. يسلمك يا كبير. مين؟ انا جوني. تعال يا جوني، تعال قول لي. الف مبروك يا كبير، الف مبروك يا هديه. الله يبارك فيك يا جوني. اهدي، انت لحق تعرف هي مفيش حاجة بتستخبى في البلد دي ولا ايه؟ لا الدكتور اللي شكله مجرم ده هو ماشي حكالي على كل حاجة. بجد خبر بمليون يورو. طول عمري كان نفسي حد يقول لي يا انكل. من قلبي ريلي مبروك. الله يبارك فيك يا ولد ابوي. ها فكرتوا في الأسامي؟ أنا رأيي لو ميل ذكر يعني تسموه تيستو، ولو بنت تسموها براكسا. تيستو إيه يا عم أنت وبرخصة إيه؟ لو واد هسميه العتري عشان يبقى فيه مزيكا. اسمع كده العتري الكبير الكبير قوي، شايف القفله؟
ولو بت هسميها دام العز على اسم ستي الله يرحمها. لا يا اخويا، انا حسمي عيالي اسماء حديثه، يعني لو واد حسميه مهند عشان يطلع رومانسي، ولو بت حسميها نانيس. So weird. ربنا يكون في عون الاطفال دي. يا جماعه دول احباب الله، نص البلد اسمها نانيس. يعني ايه نانيس اصلا؟ انتوا مش عارفين يعني ايه وبتقلدوا. خلاص هاتوا حاجه مبتكره، مفيش منها كتير. يعني عاوز اسميه صباخ يعني عشان يبقى مميز. رايحه فين يا بت؟ عشطانه، هقوم اشرب. يا بنت انت بقره يا بنت، مش الدكتور قال لك تقعد وما تتحركيش من السرير؟ واصل عاوزه اي حاجه قولي لي، انا اروح اجيبها لك وادي. عشتاني قولي لي، عايز اشرب مي اروح اجيب لك مي. يا اخينا في حاجه؟ دي غرفه نوم، دي جاي تحلق. احلى ايه يا عم، انا بس متاثر الكلام تاتشي يعني كان. يلا يا حني، يلا يا حني، يلا يلا. والله وحتبقى دادي. او ماي جاد، او ماي جاد، ردوا عليا. مين دول اللي ردوا عليك؟ بتوع مسابقه التمثيل بتوع امريكا، بعتوا لي ايميل موافقين. لا يا راجل، شفت بقى مش قلت لك؟ قالوا ايه؟ قالوا ايه؟ قالوا لي ممكن ابعت الدي في دي ماكسيمم شهرين. طب بيس جدا، شهرين ده وقت كافي قوي. احنا عايزين نالف مشهدين بقى جامدين جدي، حاجة اللي بتبين الهيرو، عارف، عشان يتوهموا بيا قبل ما اروح. ممكن نعمل ده بتاع ماتريكس، عارف لما كان البطل جاي عليه الطلقة مين؟ اللي هو ده، بس هتعمله انت بحبل طبعا، هتشدني بحبل عشان معاش. وممكن التاني كمان بتاع سوبرمان لما خد حبيبته وطار بيها من فوق الروف وعمل وش الجان. اللي هو سوبرمان ايه وماتريكس ايه؟ يا ابني الناس دي عايزين مشاهد اوريجينال، يعني ما حدش شافها قبل كده. طب هنلحق امتى نالف مشهدين دلوقتي؟ سيب الموضوع ده عليا. سيب الموضوع ده عليا، يعني تنايل تعمل ايه يعني؟ هكتب المشهد وهخرجه لك، انت عارف ان انا من زمان عندي الملكه دي، احب القصص والتاليف والاخراج وال تصدق معاك حق، انت طول عمرك فتاي وراجل كذاب. طب مش بتصدقني؟ الحقيقه لا. يبقى سيب الموضوع ده عليا. برضه بقول لك انت بالنسبه لي فيك، يعني مفقوس. انا عارف، انا عارف ده موضوع وده موضوع تاني خالص، انا فاهم كل حاجه، بس سيب الموضوع ده عليا. يا ابني قصدي انك مش متصدق. سيب الموضوع ده عليا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. والله ما انت جايبه، انا اروح اقلع لحالي. ما انا ما كنتش هقوم اصلا. ماشي ماشي يا ام العتره، ما هو اللي يلقى دلع وما يدلعش. يا دي انت مولع سجاير؟ لا ما مولعش. انت شربت سجاير النهارده؟ ولا سجاره واحده. طب كنت قاعد مع مدخنين؟ ايوه عادي، كنت قاعد مع مدخنين. لا مش عادي، انا مش طايق ريحه الدخان دي. اخفي الهدوم دي برا، اخفيها. اها اها، ادي الهدوم اها، وادي ريحه السجاير. ها روحي يا ريحه. واه اقدي هتجيب لنا ريحه الهدوم اللي في الدولاب. هذه العبايه، هذه العبايه. اها قولي لي عاد تقري ايه؟ ده كتاب جابهولي جوني اسمه الدليل الشامل لرعاية الأطفال والأحداث من فترة ما قبل الولادة حتى سنوات المراهقة. بيقول ايه الكتاب ده؟ بيقول ان الوحدة في أول الحمل بيبقى خلقها في مناخيرها، ولازم كل اللي حواليها يطوعوها ويسمعوا كلامها في أيوتها حاجة. ليه؟ عشان ما تتزربنش. وبيقول لك ان الوحدة ان تزربنت بيبقى خطر عليها وعلى البيبي. ربنا ما يجيبش زربنا. قولي لي صح، انت كلتي ولا ما كلتيش؟ لا ما كلتش. واه ينفع قده كل ده من غير ما تاكلي؟ قده البيبي يطلع لايح. والله ما قدر اكل يا كبير. لا لازم تاكلي. شوفي انت قولي لي نفسك في ايه وانا اجيبهولك ان شاء الله لو كان اي حاجه. اي حاجه؟ اي حاجه؟ اي حاجه. طيب انا عاوزه سوشي. جوني توماس انا بجد متوتر. لا جوني في ايه؟ فك يلا ريلاكس نفس. برو ايه بقى المشهد؟ على فكره انا استشفيت من لبس انه هطلع امين شرطه بوقف تريلات. استا
اقف رخص. لا 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 خالص. بص جوني، انت علي يا ويكا، المواطن المصري الاصيل، ابن الجنايني المصري الاصيل. بص الكلام ده كله بيحصل قبل الثوره، بالرغم من فقرك وشعرك الا انك قدرت انك تدخل كليه الشرطه. المشهد ده بتقابل فيه حبيبتك اللي هي انجي بنت الاقطاعي، الراجل اللي هو الباشا الكبير. المشهد ده انت بتقول لها فيه انك بتحبها بالرغم من الفرق الاجتماعي اللي ما بينكم. دي حلوه، في دراما في الموضوع، يعني في تحدي. بس تعرف في مشكله صغيره، حاسس انه مش اوريجينال، يعني سمعوا قبل كده. شايفه؟ شفته فين يعني يا معلم؟ شفته شفته. يعني انت لما فتحت اللابتوب بتاعي؟ لا. يبقى ما شفتوش يا معلم. انا لسه كاتبه امبارح. ممكن. طب بقول لك ايه؟ يا بعيدا عن اي حاجه، مين دي؟ دي قمر. لا مش بقول لك انت شايفها ازاي وايه ميولك، مين دي؟ دي الغزاليه بتاعت الموالد، قمر الزمان. دي قمر الزمان؟ يا امال غدر الزمان يبقى ازاي؟ طب ودي ايه اللي جابها هنا؟ يا معلم دي انجي اللي هي بنت الباشا، بطلة المشهد. دي بنت الباشا؟ دي بنت الباشا؟ المشاهد دي رايحة هوليوود. ما هي نو يا جوني، بس اعمل ايه؟ مفيش واحدة رضيت تعمل الدور غير دي، انا اعمل ايه؟ المشهد رومانسي، يعني لازم يتصدق. دي ازاي هيصدقوها؟ ازاي؟ بعدين تخيل سبيلبرج بيتفرج على المشهد، تخيل. يا معلم الناس دي مش عايزين يشوفوها، ما لهمش دعوة بيها خالص، عايزين يشوفوك انت، الفوكس عليك انت، مالكش دعوة. بص بقى انا هشيل كل ده في المونتاج. مونتاج هيعمل ايه؟ هيعمل يا نهار اسود جاي علينا. تكون سمعتني؟ عادي يعني، ايه المشكله؟ بقول لك يا اخويا انت وهو، انا ما حدش اتفق معايا على المصلحه دي، حكمان اول مره اشتغل موديلز. لوحدها موديلز. انا بقول لك اهو، انا هاخد في المصلحه دي 25 جنيه ما ينقصوش مليم احمر، زي اللي باخدهم في المولد. رد على بنت الباشا، رد. اوكي يا قمر، بصي احنا هنديك اللي انت عايزاه. طب اهرش. اهرش؟ ده مش عايز اهرش. اهرش ليه؟ ابي بالالمانيا يعني. كلميني عربي. طب عربي بليز. اللحاليح، الكتاكيت، البرادس، الفلوس. ما تتنيلي قولي فلوس، اتنيلي قولي فلوس. خلاص 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 يا جوني خلاص. ايه 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 يا 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 خلاص خلاص. معلش معلش يا جماعه، انت ايه يا ست الكل، انت جاهزه؟ ست الكل اللي هي تنسطر، اول مره حد يحترمني. طب معلش اتسطر. ها يا جماعة جاهزين؟ جاهزين. اوكي اكشن. انجي علي علي. هاي انجي، بجد ام سو سوري اني اتاخرت عليكي. عوقت ليه يا جدع وخشتني عليك؟ انا قاعده مستنيك النهارده من الفجر. طب ورحمه ابويا اللي هيعدمه يا رب، كل يوم بقعد استناك هنا في الجنينه. كت. ايه يا جوني في ايه؟ ساكت ليه؟ ايه مالها؟ واحدة بقى لها فترة ما شفتش البوي فريند بتاعها، بتقول له عوقت والجنينة، يرد البوي فريند؟ يرد؟ ايه يا ست الكل في ايه؟ ما بتقوليش الكلام المكتوب ليه؟ بقول لك ايه، الكلام بتاعكوا ده يا اخويا ملعبك، وبعدين انا ناصحة وواعية، عارفة انتوا عايزيني اقول ايه؟ انا هقول لكم اللي انتوا عايزيني اقوله بالوايم كده، بالفهلوة والحداقة. ايه الصعب في النص؟ ايه الصعب؟ عايز افهم. اللي انت قلتيه ده متنيل اصعب 100 مره من المكتوب، وبعدين ما تتنيلي تقري المكتوب وخلاص. اقرا ايه وانيل ايه وانا بعرف اقرا؟ وبعدين يا حبيبي انا مش جايه مدرسه. بقول لك ايه؟ عاجبك عاجبك، مش عاجبك اديني حبيبي فلوسي وامشي، عندي اسبوع. طب خلاص خلاص معلش. جوني جوني مونتاج، كل ده مونتاج. اوكي يلا. اوكي جاهز؟ اه. طب يلا كل واحد من الاول بقى، من الاول. روح مكانك يا ست قمر. قمر ايه؟ قمر ايه؟ قمر بالستر. جاهزين؟ هنعمل تاني. ها ثانية واحدة. اوكي